السلام عليكم خوتنا مغفل اللي داخل ارض الوطن اللي خارج ارض الوطن. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه شويه على الفرقه ديالنا، وغادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج، وغادي نهضروا على هذه الحمله الممنهجه اللي دايرينها ناس اللي خارجين كيديروا شي حوايج اللي ماشي هما هذوك. دابور بغيت نشكر اللعابه ديالنا، بغيت نشكر الستاف تكنيك، بغيت نشكرهم على لي دو ماتش اللي داروا، دو ماتش كومبلي، دو ماتش اللي نوضوا في عباد الله داروا لهم النعره، نوضوهم كلشي كيغوت، كضرب الفيران كيخرجوا الجيران ما عرفتش علاش. القضيه الكنازه كبيره والميت فار، ربحنا كونتر لي فار، خرجوا حكا هادي الجول داروا، ربحنا البارح لافيتاج والصحابه عباد الله، الصحابي لونترينور لو بلو كونسيرني اللي خسر الماتش قال لهم خسرنا بالكره، خسرنا باغلاط اللي درناهم حنايا، والناس خارجه كتغوت، الناس اللي شداتهم الخلعه شداتهم من بعدها، كلشي خارج كيغوت، كلشي خلعاته الرجاء، علاش؟ حيت الرجاء جايه، الحمد لله، فرقه جايه، فرقه اللي دايره ديسكور اللي كنا بعادو رجعنا، ولينا في التات، وغنبقاو في التات، رغم هذا الارهاب اللي كاين، وهذا الترهيب اللي كاين، وهذا البلطجه اللي كاينه، وهذا الغوت اللي كاين، غنبقاو حنا اللي غنبقاو في التات، وكما دينا الشامبيون العام اللي فات ديال كورونا صحه، حتى هذي غندوها صحه ان شاء الله. حتى هادي ربي غادي يستر فيها، ما غنحلفش دابا، ما فين كنحلف، غنحلف تيبقاو بعد دورات ولا خمسه، عاد غادي نحلف عليها، حنا شفنا عباد الله، صحابة العار وصحابة القوادة خارجين، دايرين حملة على الرجاء وعلى اللعابة ديال الرجاء، الصباح كيهدروا وقال لك حكا راحيمي خصو يتوقف، علاش؟ حيت راحيمي دار امبرا دونور في الماتش ديال لي فار، وداري اللي دار ان جيست اللي خصو يمشي عليه الحبس، جوج حفرات، هو كيديرو. داكشي اللي وقع البارح في التيران، داك الترهيب اللي دارو لافيتر، داك الحسوني كيدفع فيه، كيخلع فيه دايرين بيه، لاعب لافيت باغي يعطي صفر ودارو بيه خمسة، هذاك هو نجم اللي كيتنطر وباغي يمشي يدار مع واحد، بحال لاعب نتوما ما تدوش على هادشي، لجنة الأخلاقية ما تدوش على هادشي، علاش هادشي هذا؟ خفتو، لعبوا الكرة، مخرجين لنا واحد دراب كي كان دراب كيبكري، دابا ولا كيبان في الوجيبات بحال المولين الكبار اللي كيكونوا في الفراكور. خارج كيقول لنا حكا حنا مؤسسات، حنا كنحترمو مؤسسات، كنتو كتحترمو المؤسسات كاع ما تقول لكم طاس راكم زورين وراك، سي سوكون، كنتو كتحترمو المؤسسات ما تتعاملوش مع الافارقة بالعنصرية وتنهصروهم، كنتو كتحترمو المؤسسات ما ديروش التسريب ديال العقود من الجامعة، هاد العام شحال باقي ليه وهاد العام شحال باقي ليه، كنتو كديرو كتحترمو المؤسسات ما تخرجوش دي كلوز عن ديال الخليقي، شفتيني؟ ولكن انت مع بنك كثر كتكون ناطق رسمي، كثر كتخرج كتقول لنا كتولي امين المال، هاد كثر يعطوك تصويت ديال السيناتور، ديال سي سوكو غادي يلصقوها لك، فهمت؟ ما كتحشمش، ما كتحشموش، حنا فريق، حنا ما كنهضروش عطيونا، فريق اللي كياخذ هو انتوما، لا بروف خديتو خمسة الشامبيونات، ما عرفنا شكون اللي كان لاعب معاكم فيهم، هادي لا بروف العام اللي فات، العام الاول ديالكم شاكل 20 نقطة. وبغينا باش تعيط كتقولوا تهضروا على التحكيم الحكم الاخر عيطتوه ملي جا رئيس العصبه رئيس ديالكم وقولي في حكم الماتش مشى لانتريت وقولي طيح وجده والماتش 20 نقطه العام ديال توشار والعام اللي فات كاس هادي كيف كنت حدا الكاري زويت كيماركي وكيتقبل كتهضر على البينالتيات واخدين سبعه البينالتيات نتوما والعام اللي فات درتو الضحك وبيناتي تزقل وشاد السمر مارتي اللي قال لكم تعاون واش ما عقلتوش على هذا الشيء ولكن راه بلاد ما عنده الوجه علاش يحشم وكاين اللي عنده طواليه حل كل شيء اش نقول لكم الله يعطيكم العز ما دلوكم غارقين فيه غتبقاو مدلولين قسما بالله غتبقاو مدلولين وبزاف عليكم وواعرين عليكم وداك الشيء اللي فيكم انتم كتبغوا تردوا لينا الفرقه الوحيده اللي عانات كنمشيو نلعبوا في اكادير كندخلوا على 500 كيلومتر حيت رئيس العصبه ديالنا هو العز ديالو دير لينا ها الفرقة الوحيد اللي عانات بغيتو تردو هاد الفرقة هي اللي كاينة لا لا راه فهاد 10 سنين الأخرى حنا اللي كاينين بغيتو لا كرهتو ثلاثة ديال الشامبيونات جوج ديال الكوب دي ترون ثلاثة ديال التيترات خارجيين كأس شمال إفريقيا وكوب دلا كاف والسوبر وفينال ديال كوب دي مون خرجنا العائلة الملكية كاملة مولاي رشيد مولاي الحسن وسيدنا الله يسره ويطول له في عمره خرجناهم ولعبنا الفوتبول ماشي مشيناه لعبناه وصلنا فينال وخرجنا المغاربه وحنا اللي كاينين وكنبقاو واعرين وحنا العاصلين والباقي تقليد باقي الشينوا وانتم واش السونداج دارتو عباد الله الرياضيه فيه 5 ديال المليون خرجوا بالبلاغات وليتو كتخلعوا كلشي
واش البارح عباد الله الخدمة مبقاتش كتعاود؟ واش عباد الله العاب راه دار القول والقول هزة وما دواوش ما تعاوداتش ما عيطوش ليه مالي الفار؟ لا واش كورة دابا السعيدي في يدو ما تعاوداتش؟ واش كورة ديال كومارا دار واحد شاري قتلو اطونطا ما تعاوداتش؟ هادشي اللي بغيتو بغيتو تبداو تفلعو في عباد الله بغيتو تديو الشبنة بالبلطاجة أنا مش يدين شبنة بالبلطاجة قولوا لي خلوا عليكم راه حشومة تكونوا في الطيب ما كديروش طروباس ما كديروهمش راه حشومة وعيب والسيد مدي لكم وانت ما جالس خرج كل شيء خرج هذاك وجه السلوكية خرج هذاك حفيانة راس هذاك راس العنصلة كل شيء خرج في دقة واحدة كل شيء كيخرج في دقة واحدة كيوقع على البطونة كل شيء كيبدي شي كيتصالح مع شي شي كيتناطح مع شي عيطتوا بلا قياس اش بغيتوا ماش داكشي اللي فيكم كتسمعوا والقجع قال لكم الفرقه الوحيده في المغرب اللي استافدت من الجامعه هي الوداد كتردونا حنا في فرقه ديال القجع القجع راه خلى القجع راه خلى خلى عباد الله خلى والديه وخلى ولادو وخلى بوينه مشى معاكم لباريس وحكايه فارغه في الخرطي غاديين كتخرجوا في عينيكم وكيقولوا لنا داك السنايدر كتقول لنا فريق الداخليه حنا فريق الداخليه وفريق الخارجيه وفريق ديال وزاره الاوسمه والقصور والاوسمه حنا من 89 حنا خارجين بديناها بالجمعه ديال وهران زدنا على الجمعه ديال 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 الدوحه زدنا على السبت ديال تونس زدنا على السبت ديال كينشاسا زدنا على الحد ديال دواره حنا اللي كنهزين درابو ديال البلاد حنا اللي كنرفضوا الخطاب ديال والحمد لله انا محتاجينش حنا لي زونسيان جوار يخرجوا يقولوا لينا يبداو يمجدوا حنا كيدوا عندنا البراني البراني اللي كيدوا عندنا ملي كنجبدوا كسوا في مصر كسوا في تونس كسوا ايور كيدوا عندنا البراني كنعرفوا راسنا اش كنسواو كنعرفوا ريوسنا اش كنسواو وكنعرفوا ريوسنا حنا اللي كاينين في المغرب وحنا اللي عارفين على كل شيء ما بقيتش غنديرها بيدي حنا اللي عارفين على كل شيء حنا عارفين عليكم وعلى كل شيء على الفيران على كل شيء عارفين عليه ومازال غنزيدوا نعفطوا عليكم ومرتو صافي نكتو نتوما الاولين وكتو هربانين كان والو ملي حسيتو بالدق سم صافي خرجتو بلاغات تغوينات تصاور سبان ارهاب لي زابيط مدير التحكيم مخرجين راديو القوادة خارجة مخرجين دوك لي كيخرجو بالعلاف مالكم على هادشي مالكم عاد حنا المكتب ديالنا قال لينا قال المدرب لاعبين على الدوزيام بلاص قبل ما تخلعو مالكم راه كنبقاو واعرين عليكم راه خرج لونترينور قال لك 10 د اللعابة ولاك الفرقة دخلوا وما كيناش في العالم كاينش فرقة في العالم كتلعب بعشرة د اللعابة واللي مرضكم كتجبدوا رحيمي شفتوا ديك التصويرة ديال رحيمي فاش مشى لمراكش جالس باقي صغير ومدير بلاصتي هادشي هو اللي كيمرضكم واللي زاد مرضكم هما ولاد الفرقة وما مخلصينش وما كاينش فلوس ومكتب حازق ومكتب متقور ومع ذلك مخالعينكم ما كان عندنا الفلوس ويلي قسما بالله ما يقدكم نعاس وما تدوش تشربوا الفاني قسما بالله باش نعسوا هادشي عام ما كاين لا فلوس ما كاين لعابة عام غامرين معانا عام قصرين ها كنقولوا لهم عالعبوا عاصبه غتجي الفلوس دابا علاش حيت ولاد الفرقه حيت كيموتوا على التوني حيت كيموتوا على اللوغو حيت من الصغر موتي لافاجا ما عندناش هياكا هياكا ما كاينينش كاينش هايطوكي هايطوكي ما كاينش ولاد الفرقه ولاد الفرقه اللي وهادشي اللي مرضكم وكنخرجوا اللعابه الفري ما كنخرجوش ليميتاسيون ما كنخرجوش مدرع كنخرجوا الفري واعرين عليكم وغنبقاو واعرين عليكم والتاريخ اللي كيشهد تاريخنا نقي بغيتو تردو حنا ما عاودنا احمد احمد ما عاودنا قسامة دابا دابا عاطينكم قسامة دابا قسامة عاطينو لكم قسامة تا هو اللي بديش الطونوبيل ما عاودنا تا واحد حنا كنضاربو كنهزو درابو د البلاد سيدنا كيعيط لينا لاعبين في الدوحة وهضر مع البريزيدو ومع الكابيتان وقبل الماتش وفي الماتش ورا الماتش كيوصلكم سميساج مشيتو فسرتو جلالب وشريتو طرابش ورجعكم بالبياضة دوركم عيطو لكم قالكم سير رجعو مكاينش داكشي معاه متستاهلوش تدخلو متستاهلوش كنبقاو واعرين عليكم وديك 5 مليون اللي درناتكم ديال الرياضية وخرجتو بغيتو تدخلوها الرياضية بوط بسير مبقاش خاطر دير ستاتيستيك وحنا راه عارفين راسنا وعارفين راسنا كتر منهم راه سيمانة ديال الاستفتاء في الرياضة في أبو ظبي الرياضية راه أحسن لوكو في العالم مع الفراقي الصاح ماشي مع الخرشف راه احسن جمهور في العالم ما كنتلصقوش هلا كنا الخارجين كيقولوا لينا الخليلو ما كنتلصقوش رابطة مشجعين القدس فلسطين رجاويين شبعانين الحمد لله كيفوتوا على الجزائريه والتوانسه والمصريين والفلسطينيين وكلشي راه كاين اللي كيفوت على الحرب وده ما كيعرفوش
وبدو ديروا راسكم بلاصه بزاف عليكم وغبقوا بزاف عليكم. وهذاك خينا اللي خارج كيقول لنا اللي قال لنا السنايدر غنشوفو في الاخر ديال العام. ودابا ميساج الناس ديالنا تحب الصفحات وداك المكتب الحازق هذاك الناطق الرسمي اللي كان ديفانيزا وهذاك مول 30 صفر تسعود خرجوا دافعوا على الفرقه راك تشوفوا هادشي اللي كيتعرض ديال الفرقه كتشوفوا هادشي اللي كيتعرض ديال رحيمي رحيمي ما حملوهاش ملي سمعوا بان طارينو ديك لوبيتاليا كيسولوا عليه ما حملوهاش ملي شافوا فراك مضاربين عليه ما حملوهاش ولا كيقول لك واحد قبيله بحال ديال بحال المسمار ديال العشره فهاديك الراديو ديال القواده كيقول لهم احكا جات الاخلاقيات وخارجين اش جات الاخلاقيات تدار عليها الحسوني على هذاك اللي كيتنطر هذاك ولاجم على هذاك اللي دار جوج كرات في الدير بي هذاك خاري هادي اللي خصها تهضر عليهم الاخلاقيات ولكن راه نعاود نقولها لكم نعطيكم العز وما الدل راكم غارقين فيه وغتبقاو مدلولي واعرين عليكم وغنبقاو واعرين عليكم وحنا الاصلي والباقي سي عبد الرحمن عمر وديما ديما رجا وديما ديما رجا وعاش الملك.